معيش مع هذا الارتفاع اللي كاين في اسعار المحروقات، واش تفكروا نتوما في قطاع صياد الاجره تنتوما تزيدوا على المواطنين في التسعير؟ وما يمكنش لينا احنا واخا مضرورين بهاد الزياده الصاروخيه ديال المحروقات، ما يمكنش لينا باش نزيدوا، لان الزياده خصها تكون موافقه من عند الوالي او من عند العامل على حسب الاقليم او على حسب الجهه. ما يمكنش لينا احنا باش نزيدوا على المواطن، لان حتى المواطن حتى هو راه مضرور. ما يمكنش لينا، لان احنا تنطالبوا من الحكومه، ماشي تنطالبوا من المواطن باش نزيد. المواطن مضرور بعداك ديجا من الاسعار ومن المواد الغذائيه وكل شيء، عاد نزيدوا احنا حتى كنقل، ما يمكنش. وشنو الاقتراح ديالكم بالنسبه للحكومه باش توقف هذا النزيف تاع الارتفاع تاع الاسعار المحروقه؟ الموقف ديالنا بالنسبه للحكومه، الحكومه انا ما فهمش واش كاين واحد التفات، واش كاين واحد الدراسه، واش كاين بالنسبه للاخوان ديال اصحاب النقل، لان احنا راس المال ديالنا هو الغازوال، احنا تنتحركوا بالغازوال، ما يمكنش لا جميع الوسائل ديال النقل تتحرك بالغازوال، لا من سياره الاجره ولا من الشاحنات ولا من الحافلات، ما يمكنش، لان احنا كما تنقولوا احنا راس المال ديالنا هو الغازوال. اقتراح كاين موجود، كان اقتراح الاول، حنا هذه شحال من عام حنا كنطلبوا عندهم نطلبوا لهم الغازوال المهني كي دايرين الدول المتقدمه، هاد الناس ما استجبوش. الثاني كاين اقتراحات وهي اللي بغاو يشوفوا الحاله الاجتماعيه ديال المواطن، هما هاد الناس ينقصوا شويه من الضرائب، من الكلفه ديال الضرائب على المحروقات، ونقصوا شويه للناس هذوك الناس اللي كيدخلوا المحروقات بشويه ديال الارباح، ويقدوا الامور ويخليوا بالاقل هاد الناس ينتبهوا للحاله الاجتماعيه ديال المواطن. حنا دابا حنا بغينا نزيدوا في النخل، البارح كنستاجئوا بزيت منافسه كيقول لك لا منع عليكم تزيدوا، كيفاش منع علينا نزيدوا؟ شنو الحق باش ما نزيدوش حنا؟ المحروقات تزاد خلصوها، ولكن حنا ما نزيدوش، ما يمكنش. حنا نقصوا معنا الارض، هذه الحكومه تقص الارض، اما تشوف تحل المشكل. حنا بالنسبه لنا حنا شايفين الحاله الاجتماعيه للمواطنين، حنا ما بغيناش نزيدوا في هذه الساعه هذه، وراسلنا الحكومه باش ما تكونش شي حاجه احتقال اجتماعي ولا شي حاجه ونكونوا حنا السبب فيه، حنا ما نقبلوش.